والله وانا اخوك انا مش ذاك الرجل الصالح، بس بعطيك ادعاء كثيره، بس بعطيك الدعاء اللي انا فعلا استفدت منه. الدعاء فعلا انا الشيء اللي الناس او البعض ما يقدر يرد نفسه عنه، يعتقد انه صعب انه يرد نفسه عنه، انا صار قدامي ما يسوى ولا شيء. ورب الايمان دائما ردد هالدعاء: اللهم لا تعلق قلبي بما تكره، اللهم لا تعلق قلبي بما تكره. ترى ربي استجاب عز الله انك تعصم من كثير من المحرمات. وبس يا رمضان عاد لعبتي، اللهم بلغنا رمضان حنا والمسلمين، لا فاقدين ولا مفقدين، انسانا من الحيين. وايش تحديات بس بتشوف شيء. انا اجزم لو كان زر الاشتراك في السناب بألف ريال ولا مشفر عنك لتشترك مباشرة. الله يمد في عمرنا نلحق رمضان. ايش عنده واثق من نفسه الولد سي؟ سؤال جميل، كيف اختي مستعد للموت؟ مستعد له قسما بمن احل القسم، لو يقولون بتموت بعد ساعة اني مستعد، وادري اني في اي لحظة ممكن افارق الحياة، انا ولا اعز ما ابوي امي كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كلنا راحلين من الدنيا دي، هذه سنة الحياة. أكيد الواحد ودي يقدم شيء لآخرته، ودي يعيش فترة أطول، بس في أي لحظة قسما بمن أحل القسم أني مستعد، وأدري أنه في أي لحظة ممكن أموت أو يموت غالي عندي. أجل ليش حنا مؤمنين إذا كنا مش مستعدين للموت؟ ما تدري أن الأقدار كتبها الله قبل لا نولد؟ إيش في أركان الإيمان؟ تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بعدين أنت رايح لربك اللي ألطف من أمك عليك. قريب إن شاء الله يا أختي، بعدين إيش أحكي لك، ماخذين في واحد من أجمل المواقع الموجودة والجديدة في الرياض حاليا. قريب إن شاء الله، اكتب الله خير. بس ما عاد مدانا الحين، ما إن شاء الله يعني بعد رمضان تكون انطلاقتنا، ونسوي تدشين وافتتاح وتشرفونا يا أهل الرياض وما جاورها، وتزين الأمور. شوف أنا أخوك أو شيء كذاب اللي يقول لك إنه ما يتأثر من انتقاد الناس وسبهم وشتمهم له، هذا كذاب. لكن بنسب معين، أنا قبل 4 سنوات يمكن ما أرقد الليل لو واحد قال لي انتقاد هذا قده. اليوم فضل الله بعد يعني التجربة المرة وثنتين وثلاث، لو واحد قال لي انتقاد ذا كبره والله ما يشكل عندي 1% يعني أتأثر، ولكن بنسبة بسيطة جدا. وهذه ضريبة النجاح، ضريبة بالعكس، أنت إذا ما حد انتقدتك يعرف أن عندك مشكلة، يعرف أنك أنت حادر لك شعيب. وإيش حنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي انتقدوه؟ حنا ما نسوى ما طرجوله، انتقدوه وسبوه وشتموه، حنا ترى بالعكس يعني. والإنسان القوي، الإنسان اللي يبغى ينجح في حياته في شتى مجالات حياته، لازم يكون صبور، لازم يتحمل. فلازم تكون قوي، لازم تكون قوي إذا أنت فعلا عندك طموح تكون في الصف في الأول في المجال اللي أنت فيه، في أي مجال في الحياة لازم تكون قوي. بالعكس ترى الصواعق ما تصيب إلا القمم. الناس لا ناظر والجبل أول ما تروح عينهم على القمة، ما ينظرون بأسفل الوادي. فطبيعي أنك يجيك انتقاد، بالعكس اللي مو طبيعي ان ما حد ينتقدك اذا انت تعتقد انك ناجح. الله يجعلنا من الناجحين الطيبين الصالحين. بس ما تقول مثلا انت حادر لك فعلا شعيب وتقول للناس ينتقدوني انا، وانا هذا يدل اني ناجح، يمكن انت فعلا ضايع. فطبيعي الواحد اذا كان واثق من امكانيات، واثق من ما يقدم، وش حنا نقدم؟ والله ما نقدم الا العلم الزين، المرجله والدين والصلاح والفلاح والمزح اللي ما يتعدى الخطوط الحمراء، عشان كذا احنا ما نتأثر. انا والله ما ودي اقلب الفقر كله نصايح، ما احنا في محاضرة. على بلاطة باختصار شديد، عط الناس من الشيء اللي انت تحتاجه وتحبه وابشر بالخير. مثال: اشتريت هالقلم ب5000 ريال، ماركة فخم، وانا خاطري البس قلم مكشخبة قدام اصحابي، اشتريت مالي يومين معي، حطيت هنا سألوني اصحابي، واحدة منهم: يا زين قلم كذا سامي ابو فلان. وانا خاطري البس قلم مكشخبة قدام اصحابي، اشتريت مالي يومين معي، حطيت هنا سألوني اصحابي، واحدة منهم: يا زين قلم كذا سامي ابو فلان.
وأنا ميت على القلم سامي أبو فلان، أحتري مكافأة الجامعة. أضرب أمثلة أنا لكم، أحتري مكافأة الجامعة عشان يجيني الألف ريال أروح أتعشى في ذاك المطعم الهندي العشوة فيه بثمانمية ريال ترد الروح. قابل واحد عند الإشارة يبيع يتعشى، أعطيته 300 ريال، رحت كنسلت العشاء الهندي ورحت أخذ لي بروست. لما تعطي الناس من الشيء اللي أنت في حاجته مو بالفائض الزايد عندك لوجه الله، هذا ترى شيء عظيم عند الله عز وجل. باختصار شديد، أعطي الناس مما تحب يرزقك الله أفضل من اللي تحب، ومو مرة 10 مرات. طولنا هالمرة صح؟